قالت وزارة الدفاع الروسية إن 20,000 مدنيا هربوا من أحياء حلب الشرقية يوم السبت، واستسلم أكثر من 1,000 مقاتل من المعارضة وخرجوا باتجاه المناطق الخاضعة للنظام عبر ما وصفه الروس بالممرات الإنسانية. تسارع موجة النزوح الجماعي هذه تأتي في أعقاب التقدم العسكري الذي أحرزه النظام وحلفاؤه على حساب فصائل المعارضة في حلب. المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قال: كما ترون هنا على الشاشة يوجد تدفق واضح للناس الذين يخرجون من الممرات الإنسانية التي تسيطر عليها الحكومة السورية. 93% من حلب تخضع اليوم للسلطات السورية. نتوجه إلى أولئك الذين أعلنوا سابقا عن استعدادهم إرسال مساعدات إلى حلب ونقول لهم: في اليومين الماضيين خرج من حلب الشرقية نحو 50,000 مواطن وهم بحاجة للمساعدة الإنسانية. موجة النزوح الجماعي من أحياء حلب الشرقية تأتي في أعقاب التقدم العسكري الذي أحرزه النظام وحلفاؤه على حساب فصائل المعارضة. المرصد السوري لحقوق الإنسان قدر عدد القتلى المدنيين منذ بدء حملة النظام للسيطرة على شرق حلب منتصف نوفمبر ب 413 شخصاً، 50 منهم من الأطفال. وقدرت الأمم المتحدة عدد المدنيين المحاصرين تحت القصف بنحو 100,000 شخص يعيشون وضعاً إنسانياً مزرياً.